قولي لي يا نهاد، الخاتم اللي انتي سرقتيه مني فين؟ خاتم ايه؟ فكري كويس قبل ما تردي. ما هو للاسف ما حدش دخل اوضتي غيرك. ايوه بس انا ما خدتش حاجه يا يارا، انت عارفه صح؟ طب خلينا نتفق انك لو ما جبتيش الخاتم هفضحك في العيله كلها. وعندي حاجات تانية اقولها، يعني مثلا الفلوس اللي كنتي بتاخديها مني بحجة وليد وتحطيها في جيبك. ما ايه البوليس ما لقاش الفلوس دي في جلابك؟ الفلوس دي كانت هتودي اخوكي في داهية. لو ما خدتيهاش مني جبتيها منين؟ اوعي تكوني كنتي بتشتغلي في الدهارة واحنا ما نعرفش. اسمع عليك يا يارا، انا تقولي عليا كده؟ انا بلاش مسكنة قدامي بيت يارا. استني بس، يلا يارا، يلا يا ناهد. يارا بس اسمعي افهمي. مش هسمع حاجة. الخاتم يطلع. الخاتم ايه؟ يطلع، لان لو مطلعش هخلي وقعتك سودة. هو انت ليه بتتعاملي معايا على اني حرامية؟ عشان انت حرامية. ايوه بس انا ما خدتش. ما توجعيش قلبي، ما توجعيش قلبي. انا مسربة اخواتك بالطريقة عشان كل اللي بيحصل ده ما يحصلش قدامهم وتبقى فضيحة. فانجزي وطلعي الخاتم. انا ما خدتش حاجه يا يارا. طلعي الخاتم يا ناهد، لان لو فتشت ولقيته انا مش عارفه اعمل معاكي. طب استني بس هقول لك على حاجه. ايدي ايدي، الخاتم ده يلزمني، انا مش همشي من هنا من غيره. ما هو يارا، يارا استني بس هقول لك. يارا بلدك على حاجه يارا. مفيش حاجه يا يارا، انا مش حراميه عشان اعمل كده. مش عايزه اسمع صوتك. أنا مش عايزة أسمع صوتك. ما أنا هطلع الحاجة اللي أنا هطلعها. نعم؟ لا 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 لا. شنطي؟ لا والنبي، ده انتي مجمعاهم بقى. انتي عارفة الشنطة دي انا دورت عليها قد ايه؟ كل ده ذهب سرقة مني؟ روجاتي كلها؟ يارا انا بحبك قوي، انا بحبك قوي والله. انا ما كنتش اقصد. بتحبيني؟ انا بحبك. بتسرقيني؟ بتسرقي بنت خالتك يا واطية؟ انا هقول لك والله، اصل انا مش عايزة اسمع، مش عايزة اسمع ولا كلمة، مش عايزة اسمع ولا كلمة. لمي الحاجة في الشنطة. لمي كل الحاجة في الشنطة. حاضر. لحد ما اطلع بقية الحاجات. حاضر. ولاقي الخاتم. أنا ما خدتش الخاتم يا بيحة. لمي.